السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواجدين اليوم في منطقة كليسلي طبعا مقابل مطار طرابزون، نبعد عن المطار ما يقارب 5 دقائق. راح نأخذ لكم شقة في مجمع سكني. طبعا احنا الآن في الدور الثامن، كل دور عندنا شقتين، شقة رقم 15 وشقة رقم 16. المعروضة شقة رقم 16، طبعا ميزتها واصل لها الغاز الطبيعي. ندخل نشوف الشقة من الداخل. طبعا المساحة الإجمالية للشقة 190 متر مربع، وهي عبارة عن 3 غرف وصالة بالإضافة إلى 3 دورات مياه، بلكونتين، بلكونة أمامية على البحر والطبيعة، بلكونة خلفية لها إطلالة على الطبيعة. أول ما ندخل زي ما أنتم شايفين عندنا الانترفون عن طريق الكاميرا، وهنا عندنا صالة، مساحة كبيرة وشاحة ما شاء الله، إطلالة أمامية، واجهة أمامية، بالإضافة إلى دولاب للتلفزيون طبعا جاهز. زي ما أنتم شايفين عندنا هنا الإطلالة الأمامية جامع الفرنسي بشكل واسع، بحيث تكون الإطلالة كاملة على البحر والطبيعة. وعن داخل مجمع سكني فيها جميع الخدمات، راح نعرفها. وعندنا هنا البلكونة الأمامية طبعا مشتركة بين الصالة وبين المطبخ، مثل ما أنتم شايفين ما شاء الله مساحة كبيرة، يعني ممكن تحطوا فيها طاولة الطعام، وهي مغلقة بالزجاج بالكامل مع إمكانية فتحها بالكامل. زي ما أنتم شايفين إطلالة كاملة على الطبيعة. عندنا هنا البوابة مثل ما انتم شايفين، مدخل مجمع، ألعاب أطفال، مواقف سيارات مغلقة، بالإضافة إلى الشلالات والجلسات العائلية الجميلة. طبعا هذه البلكونة المشتركة بين الصالة والمطبخ. نرجع هنا للصالة نشوفها مساحة كبيرة. هنا عندنا المطبخ زي ما انتم شايفين، ايضا ما شاء الله جاء فيها وسيع عريض، اطلالة جميلة على الطبيعة، بالاضافة الى ان الدواليب فيها راكبة جاهزة مثل ما انتم شايفين مجهزة بالكامل. وهنا منطقة الثلاجة والفرن، وهنا عندنا منطقة اللي هي الميكرويف. مدخل واسع. هنا عندنا دورة المياه الأولى، أكرمكم الله، طبعا هي عربي. وهنا عندنا الغرفة الأولى، غرفة جميلة شرحة، تقريبا 4.5 في 4. هنا عندنا دورة المياه الرئيسية اللي تخدم الغرفتين. هنا عندنا الغرفة الثانية مثل ما شايفين، أيضا فيها جام فرنسي بإطلالة واسعة. نوصل لغرفة النوم الرئيسية، طبعا شاحنة ما شاء الله، بالإضافة لها ميزة إطلالة كاملة على الطبيعة زي ما انتم شايفين. وعندنا هنا الدريسنج روم، طبعا هذا الدريسنج روم ممكن تركبوا فيها رفوف، تكون جميلة مرتبة، بالإضافة إلى دورة مياه متكاملة. عندنا البلكونة الخلفية اللي هي خاصة بغرفة النوم الرئيسية، ميزتها ان لها واجهتين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد.